يقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: عمليات تفتيش ومداهمات في منطقة صيدا، والجيش يوقف عددا من الأشخاص على خلفية تفجيري الأول ومجدليون. سليمان يدعو القضاء إلى عدم الرضوخ للضغوط ويؤكد أن جهوده ستظهر قريبا. كتائب الأسد تواصل قصفها الممنهج على حلب، وروسيا تنتقد تلميحات الأسد بالترشح للرئاسة. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد: القطاع التجاري يشهد إطلاق مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت بنك البحر المتوسط. أهلا بكم. الشلل المؤسساتي يطبع الحياة السياسية، وأصبح مؤكدا أن كل الملفات العالقة القديمة منها والمستجدة كالتخوف من الفراغ في سدة الرئاسة الأولى سيتم ترحيلها إلى ما بعد فترة الأعياد، باستثناء الملف الأمني الداهم الذي يلقى اهتماما واسعا. وفي هذا الإطار قام الجيش اللبناني اليوم بعملية تمشيط كبرى في الأودية المحيطة بصيدا على خلفية معلومات حول تواجد مسلحين يعملون على الإخلال بالأمن، وأشار توقيف عدد من المسلحين على خلفية تفجيري الأول ومجدليون. أنهى الجيش اللبناني عملية أمنية هي الأولى والأوسع من نوعها وحجمها في منطقة صيدا، وذلك عقب معلومات أمنية عن مجموعة مسلحة متوارية في الأودية الممتدة بين بلدات علمان وبقسطة ووادي عبرة ومنطقة الشرحبيل. وكانت قوة من مغاوير الجيش اللبناني قامت عند السادسة صباحا بعملية تمشيط واسعة للأودية المحيطة بهذه البلدات وصولا إلى وادي مجدليون، بحثا عن المسلحين الفارين، وذلك تحسبا منهم لأي عمل يخلو بالأمن خصوصا في فترة الأعياد. وذكرت مصادر مطلعة للمستقبل أنها أتت على خلفية حادثتي الاعتداء على الجيش في الأول ومجدليون الأحد الماضي، وأن هذه المعلومات جاءت من إفادة لأحد الموقوفين على أثر ما جرى في الأول ومجدليون مؤخرا. وتزامنت عملية التمشيط مع تحليق لطائرة استطلاع تابعة للجيش اللبناني من نوع سيسنا لأول مرة، وقد عملت على تصوير المنطقة بأكملها، وشاركت فيها تعزيزات بشرية وآلية للجيش هي الأكبر التي يتم استخدامها إلى هذه المنطقة منذ سنوات، وقد تم استخدامها من مختلف الألوية والأفواج. وقدرت مصادر أمنية عديد القوة التي شاركت في هذه العملية بنحو 2000 جندي. أما خريطة العملية الأمنية فامتدت من الرميلي وعلمان شمالا وصيدا غربا حتى وادي بسري عند أطراف جزين شرقا، مرورا بمناطق بقسطة، البرامية، عبرة، مجدليون، الصالحية، كفرية، كفرفلوس، حيث تركزت في مسالك الأودية والمناطق المشرفة عليها وعلى ضفتي مجرى النهر من بسري وحتى مصبه في الأول. ورافق هذه العملية الأمنية مداهمات نفذتها وحدات الجيش لعدد من الأماكن في صيدا ومحيطها، وأسفرت عن توقيف بعض الأشخاص، كما شملت المداهمات تجمعات يقطنها نازحون سوريون في المنطقة. أمنيا أيضا دخلت عرسال دائرة الضوء مجددا، وهذه المرة متهمة بارتباطها بالسيارات المفخخة. الأهالي يرفضون هذه الاتهامات ويؤكدون على تعزيز دور الجيش اللبناني المتواجد في أحيائها وعلى مداخلها. تقرير غيدة جبيلي. يقولون إن طريق الموت يمر فيها، وإنها الممر الأوحد للمتفجرات الآتية من جبال القلمون. يشاورون بأصابع الاتهام عليها، وذنبها الوحيد أنها تستقبل يوميا آلاف العائلات السورية الآتية من قرى القلمون والقارة والقصير. الأهالي هنا يرفضون تسميتهم بالإرهابيين، ويؤكدون أن الجيش موجود على كافة طرقات البلدة. أنا دائما قريب للجيش، يعني ساكن قبل منهم بشوي. نعم، ومثل ما عم يقولوا صواريخ او شيء او اي اسلحه، بالنسبه ما عم نشوف شيء نحن هني. بالنسبه الجيش كيف عم بيكون؟ يوميا عم يبرموا 5-6 برمات دائما بالمنطقه هني على دير الضايع. يعني هلا الجيش بيفتشوا، بيلاقوا ما بيلاقوا والله ما بعرف، بس ما شفت شيء انا. ما في اي تواجد لمسلحين بعرسال، كلها عائلات ونازحين واطفال ونساء. يعني عم نشوف في تفتيش وبينزلوا ناس على الارض بياخذوا الهويات، يعني في تضييق حتى بالطلع والنازله. وبيقولوا لك عرسال، طيب فاتت السياره عن طريق عرسال، طيب هالسيارة حدود عرسال 50-70 كيلومتر مع سوريا،
ممكن السيارة تفوت عن الحدود، يعني على حدود منا مضبوطة، لأنه بس كيف عم توصل تقطع من اللبوي لبعلبك لكل هالمدن اللي مانا محسوبة، يعني كيف عم توصل لبيروت؟ علي الحجيري رئيس البلدية يؤكد أن عرسال تحت سقف القانون، وهي تحتوي اليوم على 9 حواجز للجيش اللبناني. بالنسبة للتفجيرات اللي عم تحكي عنها، ما دخل أهل عرسال فيه، ممكن التقى شخص مورط مثل ما بتورط أي واحد بلبنان، يعمل مشكلة يعمل مشاكل، بس أهل عرسال مهم. أي شخص دولي بالنسبة للتفجيرات بتحس انه له علاقة بأي تفجير تجي تاخذها واللي بوقف بوجهي حسب ان في كلام من كلام بلبنان عم تحكينا انه عم يمرق سيارة في مسلحين في جيش. طيب هل بيجوز انه بيمرق رشاية واحد معه 500 على نص الحيز تبع الجيش اللبناني بكل يوم بيمرق 10 مرات طالع نازل ما حدا بيعطى معه؟ بالمقابل نحن كأهل عرسال اذا بيكمش مع واحد بارودة اما فارد بتحاسب. هذيك اللي حامل جير مدفع وراه على الطريق ومعه رشاش 500 اما بس بسموه وعلى العلن ما حدا بيحاسبه. هنا في اعلى هذا الجبل الذي يفصل بين الاراضي السوريه واللبنانيه دبابه تابعه للجيش اللبناني، وهنا الثانيه والثالثه، وبالتاكيد تكمن وظيفتها في حراسه البلده. كل ما يلمع في عرسال هو بياض الثلج وليس الارهاب. دعا رئيس الجمهورية الجسم القضائي إلى عدم الرضوخ بأي ضغوط، كما شدد على تشكيل حكومة جديدة وإجراء الاستحقاق الدستوري في موعده. دعا رئيس الجمهورية ميشيل سليمان القضاء إلى عدم الرضوخ للضغوط، لافتا إلى أن هناك محاسبة تحصل وجهدا يبذل في القضاء ستظهر نتائجه قريبا، وشدد على وجوب قيام حكومة جديدة وإجراء الاستحقاق الدستوري في موعده. كلام سليمان جاء خلال استقباله المجلس الجديد لنقابة المحامين برئاسة النقيب جورج جريج وبحضور نقباء المحامين السابقين، آملا أن يتكامل المحامون والقضاة ليستقيم مناخ العدالة بجناحيه كما يفترض أن تكون. الرئيس سليمان هنأ المجلس الجديد منوها بتداول السلطة وبالديمقراطية، وأشار إلى أهمية العمل المؤسساتي واستمرارية الإنجازات وتحسينها، داعيا إلى تحصين وحدتنا الوطنية والتزام إعلان بعبدة واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، كما لفت إلى الدعم السياسي والاقتصادي الذي يلقاه لبنان في هذه الفترة من المجموعة الدولية لدعم لبنان وخلاصات مؤتمر نيويورك للمجموعة التي تبناها رسميا مجلس الأمن الدولي. النقيب جريج ألقى كلمة أكد في خلالها تأييد المحامين لرئيس الجمهورية والمواقف الوطنية التي يتخذها والجهود التي يبذلها للحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية. رئيس الجمهورية اطلع أيضا من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد على عمل القضاء في هذه المرحلة وضرورة تكثيف عمل القضاة والمحاكم لإنجاز دعاوى المواطنين وقضاياهم. أنهى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاته في ملف نفق المطار، وادعى على شركة ميز بجرم الإهمال والتخريب، وأحال الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان. وكان القاضي إبراهيم استمع إلى إفادة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي على خلفية السجال الذي حصل بينه وبين الوزير غازي العريضي. وبعد جلسة الاستماع التي استغرقت 1:45، قال الوزير الصفدي إنه أجاب على كل الأسئلة وقدم المستندات والوثائق التي يملكها، مشيرا إلى أن جلسة مقبلة له. تتواصل أعمال الصيانة المؤقتة للجسر الذي يربط الدكويني وبرش حمود والأشرفي، والذي تسبب بأعطال في بعض السيارات. التقرير لربيع شنطف. ما يقوم به هؤلاء العمال هنا على جسر الدكويني عبارة عن صيانة مؤقتة بانتظار وصول المعدات الأصلية للجسر من الخارج. ومع هذه الأعمال يتراجع خطر المرور على الجسر. شرطة السير تسمح للمواطنين بالاجتياز بعد أن حذرتهم سابقا حين كان الوضع خطرا للغاية. هذه الصورة تبرز الحالة التي كانت عليها الفواصل الحديدية التي تجمع بين قطعتين من الجسر، وهنا تبدو السيارات التي تمر من تحت الجسر. أنت تاكسي رايحة جاية، ما خفتي تجي على هذا الجسر؟ بلا خفت للصراحة، أصلا ما كنت جاي اليوم، يعني في معنا شوفير قشط فيها على فكرة، 400 دولار بتكلف سيارتي، إنه قالوا لي دايما ضليكي أخذي شمال ما تقربي على اليمين. امبارح وقعت اليوم عم بتسووها؟ والله في شيء مش طبيعي، أقول لك روح لكريسماس حلي عليهم، يلا ينعاد عليك. ما كنت فكرة إنه هيدا، افتكرت جسر تاني والله. يعني لقيت الطريق مفتوح مشيت عادي. ايه عادي. هي وقفت على جسر هون، ما كل لبنان خوف، ما بتعرف وين بصير، كتر خير الله، اتكل على الله ونمشي. أعمال الصيانة المؤقتة التي ينجزها مجلس الإنماء والإعمار من المقرر أن تنتهي خلال يومين.
وفي دوحة عرمون تحولت الطرقات إلى خنادق غير آمنة بفعل الحفريات التي سببتها أعمال وزارة الاتصالات، والأهالي ناشدوا كل المعنيين إعادة تأهيل الطرقات دون أي تجاوب. حال من الفوضى العارمة تشهدها شوارع دوحة شويفات عرمون، إذ بات من الصعب جدا اجتياز العديد من طرقاتها الرئيسية والفرعية نظرا للحفر والخنادق المنتشرة بسبب أعمال وزارة الاتصالات والحفر بطريقة غير تقنية، ما أدى كذلك إلى أعطال في كابلات الهاتف والإنترنت العاملة في المنطقة بشهادة فرق التصليح في أوجيرو. صار عندنا مشروع لتوسيع شبكة الاتصالات والهاتف بالمنطقة. في مقاول من قبل وزارة الاتصالات اجا سيد إيلي شموني وعمل تمديدات بالمنطقة كلياتها. في كتير محلات من اللي انعملت خسفت قشطت لأنه الزفت اللي استعمله بعد ما خلص التمديدات تاعته غير مطابقة للمواصفات ولا مقبولة فنيا. تواصلنا مع مدير عام وزارة الاتصالات وبعت ناس عملوا الكشف مع المقاول واللي تعهد انه يحل المشكل بوقت قريب. بعد جمعة اجا جيب شوية زفت حطهم على وش الترانشات اللي صارت جوار وفل. المقاول المسؤول عن هذه الأعمال يغض النظر عن نتائج سوء أعمال التنفيذ رغم وعوده المتكررة بإعادة إصلاح ما تم تنفيذه في الفترة الماضية من تسفيت للحفريات واستعمال أسوأ أنواع المواد التي أدت إلى انخسافات في الطرقات العامة. قال لي يومين ثلاثة ليشيبون يجيبون البوكس تركب العلبة تحت ويمشي الحال، وبعضهم بيجوا صار لهم 20 يوم شهر لهلا. أنا رحت أنا جبت بوكلين سكرت أنا هدول الجوار كلياتهم، أنا سكرتهم على حسابي أنا هدول، سكر الطريق كلياتهم من هون لتحت عرمون. وبعدين يعني إنه شو هيدي معناه؟ حكيتوا مع حدا؟ ما حكينا، اتصلنا عملنا لجنة شكلنا لجنة هون بالمنطقة هون على أساس بدنا يجوا البلدية تيجي لهون يحكوا نحكي البلدية بيقولنا انزلوا على شركة الأجيرو. طب لمين ما نحكي؟ طيب يا أخي ما بيصير هيك. يأمل الأهالي أن تفي الوزارة بوعدها خصوصا وأنهم ناشدوا أيضا وزير الاتصالات بإعادة تأهيل الطرقات في الأيام المقبلة كي لا تصبح الأمور أكثر سوءا. اعتبر النواب الأرثوذكس أن موجة الاعتداءات الأخيرة السافرة على المراكز الدينية ورجال الدين لا سيما في سوريا تؤسس لنتيجة حتمية هي إفراغ سوريا من مسيحيها. وفي بيان لهم بعد اجتماعهم في مكتب نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري لبحث قضية اختطاف المطرنين وراهبات معلولة، شددوا على أن مسلمي المنطقة المعتدلين حريصون على الوجود المسيحي في المنطقة. نطالبكم بالتدخل الفوري لحماية المسيحيين والمقدسات الدينية ورجال الدين المسيحيين في سوريا من هجمات بربرية غير بريئة ينفذها متطرفون أو متسوسون أو مرتزقة إرهابيون تتبرأ منهم جميع الديانات السماوية الإسلامية والمسيحية. إلى سوريا حيث تواصل كتائب الأسد قصفها الممنهج على أحياء حلب السكنية وبمختلف الأسلحة الثقيلة ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في وقت ارتفع إلى 38 عدد الجثث التي انتشلت من بلدة بيت صحم في ريف دمشق التي تتعرض لإطلاق نار كثيف. ما زال العنوان الأبرز في مجريات الثورة السورية الأوضاع المأساوية التي تشهدها محافظة حلب جراء القصف الهمجي من قبل النظام الذي أودى في الأيام القليلة الماضية بحياة أكثر من 100 شخص وجرح العشرات. الطيران الحربي استهدف مدينة دار عزة في حلب ما أدى إلى انهيار مبنى سكني وسقوط عدد من الجرحى، فيما دارت اشتباكات عنيفة في منطقة النقارين شرقي مدينة حلب. وفي العاصمة دمشق انهمرت رجمات الصواريخ على حي مخيم اليرموك، فيما قصف الطيران الحربي منطقة المرج بالغوطة الشرقية في الريف وسط قصف برجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على مدن معظمية الشام ودارية ودومة وعلى عدة مناطق بالغوطة الشرقية. وفي بيت صحم بريف العاصمة انتشلت عشرات الجثث بينهم أطفال ونساء بعد إطلاق النار الكثيف الذي شنته قوات النظام على المدنيين. محافظة درعا تعرضت بدورها لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة والدبابات ولا سيما على أحياء طريق السد ومخيم درعا وأحياء درعا البلد، في حين انهمرت رجمات الصواريخ على معظم الأحياء المحررة بمدينة دير الزور وسط اشتباكات عنيفة في حي الرجلية ومحاور أخرى بالمدينة.
الاشتباكات تواصلت كذلك بين الجيش الحر وقوات النظام المتمركزة في الفرقة 17 شمال مدينة الرقة، فيما استهدف الجيش الحر سيارة لقوات النظام على جسر بلدة معرس في حماة وتمكن من قتل من فيها من جنود النظام. دبلوماسيا، يناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن سوريا، فيما أبدت روسيا قلقها من إعلان بشار الأسد عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية. مشروع قرار جديد بشأن سوريا على طاولة مجلس الأمن الدولي. النص الذي قدمته الولايات المتحدة يدين أعمال العنف التي ترتكبها مختلف الأطراف في سوريا، لكنه يعبر عن استيائه الشديد من الغارات الجوية التي تشنها قوات النظام خصوصا على مدينة حلب. في الجانب الروسي برز موقف لافت لنائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اعتبر فيه أن تلويح الرئيس السوري بشار الأسد إلى احتمال مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يساعد في تهدئة الوضع، داعيا الأطراف كافة إلى الابتعاد عن التصريحات التي تثير المشاعر السلبية قبل مؤتمر جنيف 2. من جهة أخرى، أعلن بوغدانوف أن رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربة يمكن أن يزور روسيا في مطلع الشهر المقبل، مبديا استعداد موسكو لإجراء حوار مع ممثلي الجيش الحر ولكن ليس مع الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة. وفيما تتواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر جنيف 2، أكدت روسيا أن أسماء وفد المعارضة السورية إلى المؤتمر لم تحدد بعد، مضيفة أن الولايات المتحدة لم تغير موقفها من مشاركة إيران في محادثات السلام بشأن سوريا. هذا وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في سوريا وإيران وكوريا الشمالية. ودان القرار الخاص بسوريا بشدة استمرار الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية وميليشيات الشبيحة التابعة للحكومة. أما القرار الخاص بإيران فعبر عن قلق المجتمع الدولي من استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، لكنه أشاد بتعهدات الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن إزالة التمييز ضد النساء والأقليات العرقية وحماية حرية التعبير والرأي. وتتابعون في نشرة من الميدان بعد الفاصل. قباني يجرد فضائح وزارة الفشل والفساد. أهلا بكم من جديد. فيما يشبه جردة للفضائح للعام الحالي، عقد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب، عرض فيه لإنجازات ما وصفها حكومة الفأفة أي الفشل والفساد، لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والطيران المدني. إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، وبدلا من أن يقوم الوزير العريضي بالعمل لإنشاء هذه الهيئة التي كان من المتوقع أن يرأسها مدير عام الطيران المدني الدكتور حمدي شوق، وهو أهم خبير عربي في شؤون الطيران المدني، الذي قام الوزير بالضغط عليه ومنعه من القرارات قائلا له أنا أدير المطار، فضائح تلزيم بالتراضي. قام الوزير العريضي بعشرات التلزيمات بالتراضي قيمتها مئات الملايين من الدولارات. في زحل، ورد اتصال صباح اليوم عن وجود قنبلة في حرم كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية. القوى الأمنية حضرت إلى المكان على الفور واستقدمت الكلاب البوليسية، وتبين أن الاتصال كاذب، في حين ذكر مراسلنا أنه قد يكون من قبل أحد التلاميذ للتهرب من إجراء امتحانات كانت مقررة اليوم. ترأس وزير الداخلية مروان شربل اجتماعا أمنيا لمواكبة عيدي الميلاد ورأس السنة، وأشار إلى أن الوزارة ستأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة لمواكبة أي حدث أمني أو حادث سير خلال الأعياد. لمواكبة عيدي الميلاد ورأس السنة عقد اجتماع أمني في وزارة الداخلية ترأسه الوزير مروان شربل، وشاركت فيه جمعيتا كنهادي واليازا ونقيب المستشفيات سليمان هارون. حكينا مع اليازا وحكينا مع روز فور لايف، واجتمعت أنا وياهم منفصلين، وهلأ رح كمان نشوف شو اللي ممكن يقدموا لنا إياه، شو اللي ممكن نحن نتعاون نحن وياهم لحتى لا سمح الله إذا صار شيء
يكون كل شيء جاهز، ما يكون في تلكؤ، ما يكون في تأخير. نحن بنشتغل على التوعية، ومنلاقي أنه التوعية يمكن هو السبيل الأسرع لنقدر نتفادى حوادث السير. أخيراً آخر كم شهر شددنا الحملات، وخاصة حول تناول الكحول والقيادة. بليلة رأس السنة نحن أكيد خلال جمعة رأس السنة رح نكون أخذين مواعيد على التلفزيونات والراديوات تنعطي إرشادات توجيهات وتوعية. المجتمعون أملوا في أن تمر الأعياد من دون تسجيل أي حوادث سواء أكانت سير أم أمنية، وأعلنوا عن تجاوب أصحاب المطاعم والمقاهي مع مطالب الجمعيات عبر طلب تاكسي لكل من لا يستطيع القيادة بسبب تناول جرعات زائدة من الكحول. الإعلان عن نتائج وتوصيات الحملة الوطنية الأولى لكشف أمراض الإيموغلوبين الوراثية لحديثي الولادة في بيت الطبيب. الحملة الوطنية الأولى لكشف أمراض الهيموغلوبين الوراثية لحديثي الولادة في المستشفيات الحكومية كانت محور المؤتمر الذي عقد في بيت الطبيب بهدف الحد من هذا المرض، وذلك بدعوة من مؤسسة جورج نسيم خرياطي. وزير الصحة علي حسن خليل ممثلا بالمحامي أنطوان رومانوس تحدث عن دور الوزارة بتطوير القوانين الصحية لتتلائم مع مهمتها بالحفاظ على صحة المواطنين. نحن وزارة الصحة هدف الأساسي العناية بصحة المواطنين ورفع مستواها، وهذا الشيء بتم عن طريق ثلاث أمور أساسية. الشيء الأول هو تقديم العناية الصحية اللازمة للمواطنين، الشيء الثاني بتعميم وتطوير دور الوقاية الصحية، والدور الثالث هو مواكبة هالمشاريع كلها بإعداد المشاريع والنصوص القانونية والتشريعية اللازمة لتطبيق الأمور المطروحة بهذا العرض. أما نقيب الأطباء في لبنان أنطوان البستاني فشدد على ضرورة قيام وزارة الصحة بتعديل الشهادة الصحية لفحوصات ما قبل الزواج من أجل الكشف عن حاملي أمراض الدم وتقديم العلاج الشامل لجميع الأطفال الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي. كما كانت كلمة لنقيب الأطباء في طرابلس إيلي حبيب أثنى فيها على مؤسسة جورج نسيم خرياطي التي تقدم رعاية الطبية المجانية لـ500 طفل. الحملة الوطنية الأولى لكشف أمراض الهيموغلوبين الوراثية لحديثي الولادة في المستشفيات الحكومية كانت محور المؤتمر الذي عقد في بيت الطبيب بهدف الحد من هذا المرض، وذلك بدعوة من مؤسسة جورج نسيم خرياطي. وزير الصحة علي حسن خليل ممثلا بالمحامي أنطوان رومانوس تحدث عن دور الوزارة بتطوير القوانين الصحية. أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري ألا خوف على البيئة بعد الآن، وذلك خلال حفل تسليم شهادات لعدد من الشركات التجارية والصناعية التي صرحت لوزارة البيئة عن انبعاثاتها للغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. حرصا على البيئة وحماية لها، جرى اليوم حفل تسليم إفادات لعدد من الشركات التجارية والصناعية التي صرحت لوزارة البيئة عن انبعاثاتها للغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري، وذلك برعاية وزير البيئة ناظم الخوري وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ونحن من المؤمنين أنه لن يكون هناك خوف على بيئة لبنان بعد الآن، ما دام قطاعه الخاص قد التزم جديا وبدأ ممارسة الحفاظ على البيئة خيارا ورغبة وليس خوفا من تطبيق القانون. يسعدنا أن نرحب بالقطاع الخاص كشريك جديد لنا في مكافحة تغير المناخ وبناء اقتصاد قائم على انبعاث منخفض لغاز الكربون، فلا يمكن أن نضع سياسات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ قيد التنفيذ إلا إذا عملنا سويا بشكل خاص مع المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. هذه المبادرة تمهد لشراكة أوسع بين القطاع العام والخاص، وذلك للوصول إلى إدارة بيئية مستدامة. لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، نظمت كل من مؤسسة رفيق الحريري وكلية اللغات في جامعة القديس يوسف وليسي عبد القادر يوما احتفاليا حول اللغة العربية، وشددت الكلمات على ضرورة المحافظة عليها.
لا خوف على لغة الضاد، إنما الخوف على الناطقين بها أن يهدروا ثروة الحفاظ عليها. هذا ما أكدته المديرة العامة لمؤسسة رفيق الحرير سلوى السنيورة بعصيري في يوم الاحتفالية العربية وأخواتها الذي نظمته كل من مؤسسة رفيق الحرير وكلية اللغات في جامعة القديس يوسف بالتعاون مع السفارة الإسبانية في لبنان لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. وحضر الاحتفالية التي افتتحت في جامعة القديس يوسف السيدة هدى بهيش طبارة ممثلة رئيسة مؤسسة رفيق الحريري السيدة نازك رفيق الحريري وعضو لجنة الحوار الإسلامي المسيحي محمد السماك ممثلا الرئيس سعد الحريري. لغة مشتركة كان لها أن تجمع بين مؤسسة رفيق الحريري وجامعة القديس يوسف منذ 3 عقود ونيف. قوامها بناء الكفايات المعرفية في لبنان وصولاً إلى تسكين مجتمع المعرفة في صروحه والمؤسسات، فكان تعاون وثيق في إطار إقامة جامعة تكنولوجية في مجمع كفر فلوس، ذلك المجمع الذي أراده الرئيس الشهيد رفيق الحريري صرحاً معرفياً وتعليمياً وصحياً رائداً متعدد الثقافات والخلفيات ومنطلقاً لإعادة إعمار لبنان. الندوة الأولى التأمت تحت عنوان العربية على شفاههم وفي قلوبهم بمشاركة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إخوريست التي أعربت عن سعادتها لإتقانها العربية وأشادت بدور اللبنانيين بالحفاظ عليها. كما تحدث السفير الفرنسي في لبنان باتريك باولي بالعربية منوهاً بلبنان كدولة فرانكوفونية. وفي مدرسة ليسي عبد القادر انعقدت الندوة الثانية تحت عنوان أخوات العربية بمشاركة مدراء مدارس الحريري الثانية والليسي والحريري الثالثة ومدرسة الترجمة في كلية اللغات. وتخلل الاحتفالية توزيع جائزة زعرور لأفضل ترجمة ل9 طلاب من مختلف مدارس لبنان لتفوقهم في مادة الترجمة. وتتابعونا بعد الفاصل. استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. عملية تفتيش ومداهمات في منطقة صيدا والجيش يوقف عددا من الأشخاص على خلفية تفجيري الأول ومجدليون. سليمان يدعو القضاء إلى عدم الرضوخ للضغوط ويؤكد أن جهوده ستظهر قريبا. كتائب الأسد تواصل قصفها الممنهج على حلب وروسيا تنتقد تلميحات الأسد بالترشح للرئاسة. اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بالسعي لإفشال جهود السلام بعد استشهاد فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. تطورات أمنية وسياسية جديدة قفزت إلى الواجهة في الساعات الأخيرة وقد تعرقل محادثات السلام التي أعادت واشنطن إحيائها بين الفلسطينيين والإسرائيليين. قوة خاصة من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيليا شمال الضفة الغربية المحتلة وأطلقت النار فجأة باتجاه مجموعة من الشبان، فأصابت الرقيب أول في جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية صالح ياسين وأردته فورا. جاء ذلك بعد ساعات على استشهاد الشاب الفلسطيني نافع جميل السعدي برصاص قوات الاحتلال التي اجتاحت مخيم جنين للاجئين شمال الضفة ودهمت منزل القيادي في حماس جمال أبو الهيجاء. وقد نعت حركة حماس السعدي داعية أجنحتها العسكرية كفة إلى الثأر لدمائه وتلقين العدو درسا لا ينساه. أما الرئاسة الفلسطينية التي دانت هذا التصعيد الخطير فاتهمت الاحتلال الإسرائيلي بالسعي لإفشال جهود السلام وإيصال المفاوضات إلى طريق مسدود. سياسيا برزت دعوة لافتة وجهها رئيس الحكومة الفلسطينية المقال إسماعيل هنية إلى رئيس السلطة محمود عباس من أجل عقد اجتماع لمناقشة تشكيل حكومة توافق جديدة بالاعتماد على ما توصلت إليه الحوارات بين حركتي فتح وحماس في القاهرة والدوحة. وعلى وقع التطورات الميدانية الدراماتيكية تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة تطوير المشروع الاستيطاني وذلك ردا على الضغوط الأمريكية المفترضة قبيل إطلاق الدفعة الجديدة من الأسرى الفلسطينيين أواخر الشهر الجاري. استأنفت إيران والدول الست الكبرى محادثاتهما في جنيف التي توقع أن تستمر يومين بهدف مناقشة سبل تنفيذ الاتفاق النووي، في حين طالبت إسرائيل بحرمان طهران من القدرة على تطوير أسلحة نووية.
عملا على ترجمة الاتفاق السياسي المبرم بين إيران والدول الست الكبرى بشأن ملف إيران النووي إلى خطة عمل تفصيلية، استأنف الطرفان محادثاتهما في جنيف. المحادثات التي يتوقع أن تستمر يومين ويشارك فيها خبراء نوويون وخبراء في العقوبات تأتي بعد أسبوع على انسحاب طهران من مفاوضات فيينا، احتجاجا على إضافة 19 شركة وشخصية إيرانية إلى لائحة العقوبات الأمريكية. تزامنا أفاد دبلوماسيون في فيينا بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تحتاج نحو 7 ملايين دولار لتنفيذ مهمتها بالتحقق من التزام إيران بالاتفاق النووي. من جهة أخرى شكك وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس بشأن توصل القوى الغربية لاتفاق نووي نهائي مع إيران، مشيرا إلى حاجة القوى الغربية لتركيز جهودها على كيفية حرمان إيران من قدرة البدء من جديد في برنامج تصنيع قنبلة من المواقع النووية الخاملة. في السياق نفسه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وجوب حرمان إيران من القدرة على تطوير أسلحة نووية من أجل السلام العالمي. في العراق قتل 13 شخصا وجرح نحو 30 في هجوم انتحاري استهدف زوار كربلاء في منطقة الدورة جنوب بغداد، وأفيد بأن لائحة الضحايا تضم عددا من النساء والأطفال. وبعد الهجوم سرعت القوى الأمنية إلى تفريق حشود الناس الموجودين في مكان الحادث خشية وجود انتحاري آخر، بينما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفيات. قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك إضافة إلى رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق في القضية المعروفة إعلاميا بأرض الطيارين. وبرأت المحكمة المتهمين الثلاثة من الاستيلاء على مساحة 40,000 متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين. وشملت القضية أيضا اتهام 8 أشخاص آخرين بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح وغسل الأموال. استولى متمردون في جنوب السودان على بلدة بور شمال العاصمة جوبا، حيث تواصل المعارك منذ مساء الأحد الماضي إثر محاولة انقلاب فاشلة. وقد امتد القتال إلى بلدتي بور وتوريت عاصمة ولاية شرق الاستوائية، حيث اندلعت اشتباكات بين جيش جنوب السودان ومقاتلين يقال إنهم موالون لنائب الرئيس السابق رياك مشعر. وبسبب هذه التطورات الميدانية ارتفع إلى أكثر من 16,000 شخص عدد النازحين الذين لجأوا إلى قواعد الأمم المتحدة في جنوب السودان. عاد المتظاهرون التايلانديون المناوئون للحكومة من جديد إلى شوارع العاصمة بانكوك وأغلقوا أكثر ميادين العاصمة ازدحاما أمام حركة السير. وأكد زعماء المعارضة أن فعالية اليوم تعتبر جولة تمهيدية لتحرك مرتقب الأحد المقبل من أجل دفع رئيسة الوزراء إلى الاستقالة الفورية حتى قبل موعد الانتخابات المبكرة التي حددتها في 2 شباط المقبل، بغية الخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد. النشرة الاقتصادية بعد الفاصل. وفيها: العملة البريطانية فئات نقدية بلاستيكية تبقى نظيفة ويصعب تزويرها. ونصل الآن إلى النشرة الاقتصادية مع باسل. أهلا باسل. أهلا هنادي. تفضل. شكرا. أهلا بكم. شهد بنك ماد إطلاق مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت بنك البحر المتوسط الذي يساهم بإرشاد القيمين على القطاع التجاري باتخاذ قرارات مدروسة في استثماراتهم المستقبلية. مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت بنك البحر المتوسط هو مؤشر استثماري جديد أطلقه الطرفان بدعم تقني من الإحصاء المركزي. جرى الإعلان عن المؤشر في مؤتمر صحفي في بنك ماد، وهو يعكس واقع الاستثمار في لبنان ويساهم بإرشاد القيمين على القطاع التجاري باتخاذ قرارات مدروسة في استثماراتهم المستقبلية. المدير العام التنفيذي لبنك ماد محمد علي بيهم أكد متانة القطاع المصرفي اللبناني متوقعا زيادة الودائع في البنوك هذا العام بنسبة 8%. وعن تصنيف S&P الأخير لبنوك لبنانية قال إنه لم يؤثر سلبا بسبب أهمية عامل الثقة. ومن هالمنطلق المصارف كمان صنفوا بماينس فنزل التصنيف تبعهم، بس هذا الشيء حصل ومع هذا كله ما صار في أي حركة باليورو بونز برايسز بأسعار البونز تبع الدولة اللبنانية.
فاللي عم جرب أقوله هون عامل الثقة كتير مهم. رئيس جمعية تجار بيروت نيكولا شماس أوضح أنه خلافا للمؤشرات الأخرى المبنية على تقديرات وتخمينات، فإن هذا المؤشر مبني على أرقام مبيعات حقيقية مصرح بها لدائرة TVA، مشيرا إلى أنه تم اختيار 20 قطاعا في العينة من تجار الجملة في احتساب المؤشر. وكشف شماس أن نتائج الفصل الثالث من العام الجاري هبطت 5.7% عن الفصل الثالث من العام 2012. وبيعني من ناحية شغلة ما بتطمن البال، هي أنه صار في مخزون، صار في ستوكاج كبير عند تجار التجزئة، طبعا هذا يعني بيترجم بمبيعات أقل بالمستقبل. وطبعا في تفاوت بين القطاعات والمواد الغذائية طالعة بشكل صاروخي، وهالشي بيتفسر بسبب النزوح السوري يعني إلى حد بعيد. بالمقابل في قطاعات تانية مثل القطاعات المعمرة والقطاعات خلينا نقول الكماليات مثل الألبسة وغيرها نازلة 20 و22% وأكثر وأكثر. المؤشر بحسب بنك مال سيكون أحد أبرز المؤشرات المبكرة في السوق، وسيصدر فصليا ويركز على حركة القطاع التجاري وفي التحديد الاستثمار. في بورصة بيروت تحسن سوليدر A 0.53 إلى $11.30، سوليدر B تراجع نص نقطة إلى $11.16، عودي استقر عند $6.20، بلوم شهادات عند $8.25. رفع البنك المركزي الأمريكي من توقعاته للنمو في العام 2014 مقابل خفض طفيف للتوقعات المتصلة بالبطالة، وتفيد التوقعات الجديدة للجنة السياسة النقدية أن إجمالي الناتج المحلي قد يحرز تقدما بين 2.8% إلى 3.2% العام المقبل. وأعرب البنك المركزي من جهة أخرى عن تفاؤله بفرص العمل، فخفض بشكل طفيف توقعاته لنسبة البطالة في العام المقبل من 6.3% إلى 6.6% في مقابل 6.4% إلى 6.8% حتى الآن. وذكر البنك المركزي الأمريكي أنه قد يرفع نسبة الفائدة التي بقيت قريبة من الصفر منذ العام 2008، متى تراجعت نسبة البطالة إلى 6.5% وكانت 7% في تشرين الثاني في أمريكا. ومن أمريكا إلى بريطانيا، حيث أعلن البنك المركزي أنه سيصدر أوراق نقدية بلاستيكية بحلول العام 2016 لأول مرة في تاريخه المالي الذي يمتد ل 300 عام. وجاء القرار بعد برنامج بحثي استمر طيلة 3 سنوات وخلص إلى أن النقود البلاستيكية تظل نظيفة لفترة طويلة ويصعب تزويرها، وتدوم في استخدامها مرتين أكثر من الأوراق المصنوعة من القطن. وأكد محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني أن إصدار نقود ورقية مصنوعة من البوليمير هو الخطوة التالية لضمان الثقة في النقود المتداولة بين المواطنين، ومن المقرر أن يتم تقديم عملة مصنوعة من البوليمير من فئة 10 جنيهات استرلينية العام المقبل، مطبوع عليها صورة الروائية الإنجليزية الراحلة جين أوستن. ومن بريطانيا إلى تركيا، حيث تراجعت الليرة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد أن بدأ الاحتياطي الأمريكي تخفيض برنامجه لشراء السندات، وهو ما يقلص حجم السيولة الرخيصة المتوافرة لتمويل العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية لتركيا. واستمر تأثر الأسهم التركية بعدم التيقن السياسي بعد إلقاء القبض على 52 شخصا من بينهم 3 من أبناء الوزراء ورجال أعمال بارزون هذا الأسبوع في إطار حملة على الفساد. وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعا قويا إلى 9.99 من 9.74، وتراجع المؤشر العام للأسهم 0.65 إلى 71417 نقطة، بينما نزل مؤشر الأسواق الناشئة الأوسع نطاقا 0.21. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء. وبعد الفاصل في الرياضة، النجم يوافق على استقالة موسى حجيج ويعين الألماني ثيو بوكر خلفا له. نصل إلى النشرة الرياضية مع صبحي. مرحبا صبحي. مرحبا هنادي. تفضل. شكرا. مرحبا وأهلا بكم إلى أبرز الأخبار الرياضية من تلفزيون مستقبل، ونبدأ محليا، حيث قررت إدارة نادي النجم الرياضي الموافقة على استقالة مدرب الفريق السابق موسى حجيج وتعيين المدرب السابق لمنتخب لبنان ونادي الاتفاق السعودي الألماني ثيو بوكر خلفا له. وفي معلومات خاصة لتلفزيون مستقبل، فأن بوكر سوف يبدأ بالتدريب من يوم غد الجمعة، وتأمل إدارة النادي أن تكون هذه الخطوة عامل إيجابي، خصوصا وأنها تملك عناصر محلية وأجنبية ممتازة. يذكر أن بوكر كان قد ساهم بشكل كبير في نهضة المنتخب اللبناني في الأشهر الأخيرة.
دوليا، رفع النجم الأرجنتيني ليو ميسي شعار يا روح ما بعدك روح، وذلك بعدما قرر إبعاد والده خورخي عن العمل معه. وقالت صحيفة البايس الإسبانية أن لاعب برشلونة يريد إبعاد خورخي عن إدارة ثروته على أن يعهد بذلك إلى شركات أكثر مهنية بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول تبييض أموال المخدرات وغيرها من الشبهات. وكتبت الصحيفة المستشارون أوصوه بأن يفك ارتباطه فورا بوالده لاعب كرة القدم رقم واحد، عليه أن يتعامل مع شركة أكثر مهنية. وأضافت الأحداث الأخيرة أقنعت اللاعب بالحاجة إلى أن تكون إدارة أمواله مع شركة مهنية تعنى بالأموال. وفي خطوة تهدف إلى الترويج لفريق كرة السلة في بايرن ميونخ، قام نجوم الفريق البافاري بطل أوروبا لكرة القدم والذي سيلعب مع الرجاء البيضاوي المغربي على نهائي كأس العالم للأندية، قام النجوم باستعراض مهاراتهم في كرة السلة، فلنتابع سويا. نوصل لختام الرياضة لبعد الظهر، بنرجع نلتقي فيكم إذا الله راد بنشرة 7:30. إلى اللقاء. ونختم مع النشرة الجوية. طقس مستقر عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. لليوم الخميس لفترة بعد الظهر الجو العام بلبنان مكمل قليل الغيوم إجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية. نسبة الرطوبة أدناها 40 أقصى 65%. اتجاه رياح جنوبية غربية خلال النهار بتحول لجنوبية شرقية بالليل، سرعتها بين 8 وال 25 كيلومتر بالساعة. حال البحر المتوسط، ارتفاع الموج، حرارة سطح المي 19 درجة. أقصى درجات الحرارة المتوقعة تصير اليوم نبدأ مع طرابلس 19-18 بجبيل، 19 درجة صيدا وصور وأيضا للعاصمة بيروت، 11 درجة بالكرعون وزحلة وبيت الدين، درجة لفقرة ودرجتين أقصاها للأرز خلال النهار. في الختام تذكير بعناوين نشرة من الميدان. عمليات تفتيش ومداهمات في منطقة صيدا، والجيش يوقف عددا من الأشخاص على خلفية تفجيري الأول ومجدليون. سليمان يدعو القضاء إلى عدم الرضوخ للضغوط ويؤكد أن جهوده ستظهر قريبا. كتائب الأسد تواصل قصفها الممنهج على حلب، وروسيا تنتقد تلميحات الأسد بالترشح للرئاسة. وكان في الاقتصاد، القطاع التجاري يشهد إطلاق مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت بنك البحر المتوسط. في الختام نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. وسنقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني.